ما زلنا مستمرين مع حضراتكم على شاشة سي بي سي، تغطية مستمرة وعلى الهواء مباشرة في جمهورية مصر العربية. مصر تنتخب هو الاستحقاق الدستوري الأهم إلى هذه اللحظة التي أتحدث إلى حضراتكم فيها. خلينا أقول لحضراتكم أبرز العناوين التي وردت إلينا إلى هذه اللحظة. الهيئة الوطنية للانتخابات: الإقبال على التصويت تاريخي وغير مسبوق منذ 2014. حملة المرشح السيد عبد الفتاح السيسي ترصد توافد المواطنين بكثافة للتصويت، وحملة عبد السند يمامة تعلن عدم رصد أي مخالفات، وحملة المرشح حازم عمر تؤكد الإقبال على الانتخابات يبشر بنسب مشاركة مرتفعة. رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويؤكد على ضرورة ممارسة الحقوق الانتخابية والدستورية. إقبال كثيف على لجان الوافدين بالقاهرة والجيزة وطوابير لعمال مصر يصوتون بالعاصمة الإدارية والعالمين الجديدة. هيئة الاستعلامات: متابعة الإعلام الأجنبي تؤكد انتظام الانتخابات ولا ملاحظات سلبية. مع حضراتكم بنتابع لحظة بلحظة ما يحدث على أرض مصر، لحظة تاريخية، لحظة حقيقية، لحظة بنقول فيها لمصر وبنترجم حبنا ليها على الأرض أفعال. المصريين النهاردة يمكن رايحين ينتخبوا ويدلوا بصوتهم في العملية الانتخابية لاستحقاق الدستوري، مش المهم، هو الأهم على الإطلاق، اللي بيقول قدام العالم كله أن مصر مش بس بتنتخب، مصر بتنتصر. مصر النهاردة عندها رفاهية إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة أمام العالم كله. كل الشكر والتقدير الحقيقة لكل القائمين على العملية الانتخابية. الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة لم تدخر جهد، سهلت كل شيء على المواطن المصري أيا ما كان حالته، أيا ما كان مكانه، أيا ما كان الظرف اللي هو فيه، بيقدر يروح يدلي بصوته، بيدي صوته لمصر، بيدي صوته للمستقبل، بيعلم أولاده أن لازم نكون إيجابيين، لازم نكون حقيقيين، لازم يكون لينا دور ولينا كلمة. ده التزامنا تجاه البلد مصر، لينا كل الحقوق ولكن كمان علينا كل الواجبات. احنا معانا على التليفون الفنانة الجميلة وفاء عامر. مساء الخير يا وفاء. مساء الخير يا إيمان، وفرحانة بتغطيتك وفرحانة بحماسك ودايما مع بعض في انتصارات مصر يا رب. بجد النهاردة بالذات، النهاردة تحديدا، دي من أهم القرارات المصيرية ومن أهم الانتخابات الرئاسية على مر العصور. احنا طبعا كلنا، أنا مش الشعب المصري مش محتاج إن أنا أقول المؤامرات اللي احنا بنتعرض ليها قد ايه، لكن مصر محفوظه. صحيح. فانا بقول للناس انزل وشارك، انزل وقول رايك ايا ما كان ايه، في صمت انتخابي وفي المفروض ان احنا العمليه الانتخابيه دلوقتي شغاله، لكن انا فرحانه بستات مصر، فرحانه بشباب مصر، شايفه وجوه جديده بتنزل الانتخابات. كملوا 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 لان مصر تستاهل. انت رحتي يا وفاء ولا لسه؟ انا هروح اليوم الثالث، وده انا عندي ظرف. ايوه. ومش هنزل لوحدي، انا ومجموعه كبيره جدا من اللي حواليا بنشتغل مع بعض، نازلين اليوم الثالث، وصادف ان معظمهم في نفس المناطق اللي انا اللجنه الانتخابيه بتاعتي فيها. طب انت باعتبارك فنانه يا وفاء، ويمكن عليكي العين اكتر وعليكي اضاءه طول الوقت، والناس بتشوفك بتعملي ايه، والستات بتحبك وبتقلدك هتطلع لايف. هتطلعي لايف، انت عودتينا على اللايفات الحلوه بتاعتك، قد ايه مؤثره وقد ايه جميله، وربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان. تقولي ايه اللي ممكن واحده مثلا صاحبتك ولا حبيبتك تيجي تقول لك يعني يا وفاء، هي يعني جت عليا ما البلد فيها اكتر من 100 مليون، تقولي لها ايه؟ جت عليكي. اقول لها جت عليكي عشان ما تجيش عليكي. برافو عليكي. جت عليكي عشان ما تجيش عليكي. الله. بصي انا هقول لك على حاجه، مصر كبيره، ومصر هم نفسهم تبقى جائزه،
ومصر لن تكون جائزة زي ما بقول في كل البرامج إلا لأبنائها وبناتها وأولادها. مصر دي هتبقى جايزة لينا إحنا. إحنا النهاردة مصر متغيرة، ما بيجي الناس زائر من بره مصر غير لما بيقول إيه العظمة اللي أنتوا بقيتوا فيها دي، إيه الطرق الواسعة دي، إيه الكباري دي، إيه المدن الجديدة دي، إيه النظام اللي بقى في الشوارع ده، إيه الكاميرات اللي بقت في كل حتة دي، إيه البيوت اللي اتبرت لأهالينا اللي ما كانوش عندهم بيوت وكانوا ساكنين في أماكن غير أدمية. أنا لو قعدت أقول حاجات كتير بما يرضي الله، أنا هقول حاجات فعلا أكتر من كده بكتير، علشان يعني يتسع الوقت لغيري. أنا بقول للمواطن المصري الشريف، انزل وشارك، انزل وشارك، لأننا عمرنا ما هنكون طبعا عفوا 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 وعلى دماغنا كل زوار مصر، هم جزء منها. احنا مش عايزين نلجأ لدول أو نبقى عندنا مخيمات على حدود، طبعا دول في قلوبنا وجوانا ومعانا، واحنا قلبا وقالبا عاشت فلسطين وعاشت غزه واهل غزه، وربنا ينصرهم يا رب يا رب ينصرهم. بس احنا آمين مش يا عايزين رب. نبقى شكل حد، احنا صحيح. عايزين نبقى شكل مصر، شكل المواطن المصري الشريف الجدع. انا متاكده ان انا مكالمتي ليكي دي يا ايمان هتاثر في ناس كتير جدا كانوا بيفكروا بشكل سلبي انهم ما ينزلوش. كلامك صادق يا وفاء من قلبك، وعشان كده بيتسمع بالقلب، يمكن مش بس كده. بحبها يا ايمان، بحب مصر، انا بحب مصر زي اللي بيسمعونا، زيك. انت طالعه النهارده بتقدمي وبتذيعي بقلبك، انا سامعاكي من بدري وبشكرك على احساسك بالمسؤوليه النهارده. بنحبها يا وفاء، بنحبها وهي بتحبنا وملناش غيرها، وهي حلوة بينا ولينا. محفوظة محفوظة أمين يا رب. بإذن الله. وتحيا مصر. تحيا مصر ألف مرة، ألف ألف مليون مرة. شكرا ليك يا وفاء، الفنانة الجميلة وفاء عامر. قد إيه صدق الفنان، وانه الفنان دايما بيبقى حقيقي قوي، بيبقى حساس قوي. يمكن طبعا اكيد انه اي حد شرب من نيل البلد دي وعاش على ارضها، اكيد في زي وصله خفيه كده، في اتصال روحي خفي ما بيننا وبين الارض دي. حتى اللي سافروا، حتى اللي اتغربوا، واللي شفناهم بيدلوا باصواتهم على مدار 3 ايام، قد ايه كانوا فرحانين ومبتسمين وبيترجموا حبهم للبلد ده عملي. لكن هم بره بس قلبهم هنا، دايما حته من القلب موجوده. البعيده عن العين جوه القلب وعلى الراس، وجوه نني العين دايما. مصر جميله قوي وهتفضل جميله بينا. النهارده احنا عندنا معانا على التليفون استاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريده الوطن. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء الخير يا استاذ ايمان، على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. اهلا بيك. يمكن المشهد من وجهه نظرك يا استاذ مصطفى، يعني كصحفي كبير طبعا ورئيس تحرير جريده كبيره الوطن، اكيد ليك رؤيه او شفت بعض التفاصيل في ارجاء المشهد العام. والله يا استاذ ايمان، انا شايف عنوان واحد لما يحدث اليوم، وهو ان المواطن المصري هو صاحب الفضل الاول والاخير دائما على يعني هذا الوطن. في كل مره يعني يراهن البعض او يراهن طيار او تراهن جماعه على يعني ان يجزل مصر الشعب المصري، ينتصر الشعب المصري وتنتصر ارادته، ويعني يلقن الجميع درس في الاخلاص في الوطن. النهارده المشاهد، سواء الشباب كبار السن، الفتيات، الاطفال الذين ذهبوا في يعني صحبه اسرتهم للاداء باصواتهم، تؤكد حاجه واحده بس، ان البلد دي لن تنهزم ولن تخسر. يعني ما تمر به مصر من ظروف صعبة، سواء يعني من ظرف اقتصادي تعاني منه مصر ويعاني منه العالم، سواء من حدود ملتهبة، سواء ما يحدث في قطاع غزة من عدوان على الشعب الفلسطيني وخطة التهجير، ما يحدث في الحدود الليبية، ما يحدث على الحدود السودانية. احنا دولة محاطة بكور من نار. الشعب أدرك ده وأدرك أن صوته مهم في تحديد مصير ال6 سنوات القادمة. نحن أمام انتخابات يعني أعتقد أن هي لم تحدث في مصر من عشرات السنين، 4 3 أحزاب تشترك ومرشح مستقل. الإعلام المصري على مسافة واحدة من جميع المرشحين، الصحف، وأتحدث تحديدا عن صحف الشركة المتحدة وقنوات الشركة المتحدة، منحت الجميع فرص متساوية في يعني الإعلان عن أنفسهم وفي طرح برامجهم الانتخابية وفي مخاطبة الشعب المصري علشان يختاروا بمنتهى الحيادية من سيقود مصر خلال السنوات الست القادمة.
أنا أشكرك على الكلمة. طبعا سيقود مصر، لأن مصر دايما يعني في قائد، لأنه مصر مش مجرد دولة، مصر تقل كبير جدا في المنطقة، وبالتالي نحتاج إلى قائد حقيقي يقدر أن هو يعبر بينا إلى بر الأمان، يقدر يستكمل الإنجازات اللي بدأناها، الطريق اللي بدأناه النهاردة إدلقنا بأصواتنا. ما ينفعش يكون اختيار، لا، هو لازم يبقى قرار، لأنه إحنا كشعب مصري نتيجة لقراراتنا ولاختياراتنا في يوم من الأيام. طبعا أعلم تمام العلم أنه جريدة الوطن لديها كتيبة من المراسلين المنتشرين في أرجاء جمهورية مصر العربية الحقيقة، وأكيد في صور وأكيد في لقطات مهمة جدا هتتصدر الصفحات الأولى ومنشطات جريدة الوطن، سواء يعني المقروء أو الإلكتروني. فممكن أعرف يعني تسريبة لنا كده أبرز العناوين أو المشاهد أو اللقطات؟ قلت لك انا في بدايه المكالمه ان احنا منحازين للمواطن المصري والناخب المصري على المشهد الرائع اللي بيكسو شاشات يعني الفضائيات المصريه سواء التلفزيون او الشاشات الخاصه، منحازين لظهور شيوخ كبار في السن تجاوزوا 90 عام حريصين على الابداء باصواتهم وحريصين على المشاركه، متوقفين امام مشاهد كبار السن اللي يعني يتحركون على كراسي متحركه ولم تمنعهم هذه يعني الظرف ان يذهبوا للديدان علشان يطلب اصواتهم في هذه الانتخابات اللي اعتقد ان هي عظيمه وان هي رساله قويه جدا للداخل وللخارج وللاقليم اللي احنا عايشين فيه، ان المصريين على قلب رجل واحد، ان المصريين يعني يعرفون جيدا قيمه وطن بحدود وقوات مسلحه بـ 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 بالاجتماع على حاجه واحده بس، ان مصر هي اولا واخيرا الباقيه إلى يعني قيام الساعة إن شاء الله. آمين يا رب، ربنا يحفظ مصر يا رب وشعبها الأمين وشعبها الكريم. الحقيقة أنه الهيئة العليا للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات كانت أعلنت منذ قليل عن رقم، والحقيقة الرقم ده بيعتبر مؤشر مهم جدا. كنا بنقول أنه الهيئة الوطنية للانتخابات ما ادخرتش أي جهد ولا أي تفصيلة، ما سابتش حاجة للظروف، أي مواطن مصري أي مكان وضعه ومكانه يقدر ان هو متسهل عليه فرصة انه يدلي بصوته اي مكان الظرف. قالت انه 5 مليون مواطن مصري استعلموا عن مقر لجانهم الانتخابية لحد الساعة 4 العصر النهاردة، وده رقم الحقيقة بيعكس مجموعة من الدلالات، فعايزة برضو يعني استفسر عنها من حضرتك استاذ مصطفى. ان هو بيعكس يا استاذة ايمان اهتمام الناس ووعيهم، لان احنا في الفترة الاخيرة الوعي زاد جدا جدا. كنا زمان يعني البعض يحاول من التقليل من ما تتحدث به الدولة المصرية أو الوعي الجمعي أن مصر تحاط بها مخططات خارجية، أن مصر تتعرض لضغوطات، أن مصر يعني محل تربص من قوى خارجية. وللأسف كان الناس يعني أو المزيدون أو أهل الشر زي ما بتحب نسميهم كانوا بيقللوا من ده ويسخيوا بيه. إحنا شفنا ده في الإعلام سواء العالمي أو العربي على مدار يعني الشهرين الماضيين، تحديدا في أزمة قطاع غزة وما يحدث داخله من عدوان. المصريين كلهم أدركوا إن مصر لو لم تكن تملك هذا الجيش القوي وهذا يعني الدرع الحصين ما كانش موقفنا بقى كده في يعني مخطط التهديد. صحيح. وده صح جوه الناس فكرة الانتماء أكثر وأكثر. المصريين عموما لا يعني لا يفضلون التفريط في جارة تراب واحدة. وكانت رسالة الدولة المصرية قوية ورسالة القائمين على الدولة المصرية قوية، وده اللي عبر عنه الناخب النهاردة بانحيازه للدولة ووقوفه في صف واحد معاها لعبورها الانتخابات الرئاسية في مشهد بديع هيحرج كل من يتربص بمصر، هيحرج المشككون في الحياة السياسية في مصر، هيحرج كل من يدعون أن المصريون يعني لا يذهبون للإقتراع. المشاهد والدروس المستفادة من اليوم الأول لم يتوقعها أحد الحقيقه. انا يعني اكون صريح معاكي، لم يتوقع احد ان يكون المشهد بهذه العظمه او بهذا العظمه. يعني هو الحقيقه انه من الساعه 3 ل 4 في ساعه راحه للساده القضاه على مستوى لجان جمهوريه مصر العربيه. صحيح. وده طبعا بيعكس مدى كثافه الاقبال. صحيح. صحيح. اللي كان موجود من الصباح الباكر، الساعات الاولى من الصباح. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريده الوطن. ومعانا الفنانة الكبيرة القديرة نبيلة عبيد اللي لسه خارجة حالا بعد ما أدلت بصوتها الجميلة. الفنانة نبيلة عبيد معانا على التليفون، أهلا بيكي.
يا اهلا. ايه الجمال يا ده؟ اهلا. ايه الجمال ده؟ يا اهلا بيك يا حبيبه قلبي. انا عماله بشيل الحبر من على ايدي اهو، بشيل لا خليه خليه خلي الحبر يا بلبله، خليه يا جميله، ده احنا بنفرح، ده كلنا بنتباهى بيه على فكره. اه طبعا طبعا اكيد طبعا. على كل حال كان في ناس كتير جدا جدا، والحمد لله الاقبال، الحمد لله الحمد لله. حسيتي بايه وانت داخله بتدي صوتك؟ يعني انا رايحه مكان انا عارفه انا بعمل ايه وبقول ايه، وده لمصلحتي ولمصلحه بلدي اللي انا هختاره، لان هو ده الوحيد اللي بيحب البلد، وهو ده الوحيد اللي قلبه على البلد، وهو ده الوحيد اللي عارف كل حاجه عن البلد. هنتكلم عن حاجات تانية، غلا ما غلا، والناس حتى لما قلت لهم لا الغلا ده في كل العالم يا جماعه، العالم كله صحيح. في حرب يا ناس، الناس كلها بتحارب، فمش عايزين الامور دي تغلى. الغلا ده بيبتدي تدريجيا، هيبتدي ينزل شويه 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 شويه، وعلينا نستحمل، اكننا احنا كمان في حرب، لكن صحيح. احنا في ناس في حروب تانيه هتبقى حوالينا. طب انت تقولي ايه للناس اللي هي لشباب مصر وستات مصر وللناس اللي بيحبوكي وانت بالنسبه لهم رمز مهم من رموز الفن، وناس كتير بتقلدك لان انت ليكي تاريخ كبير الحقيقه واسم كبير، تقولي لهم ايه؟ وخصوصا للناس اللي هي ايه اللي هي مكسله مستنيه يعني. لا 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 لا، ده ما فيهوش كسل ولا في انتظار ولا في اي حاجه، ده دي مصلحه البلد ومصلحتنا احنا كلنا. ده اللي احنا بنختاره، ده زي ما قلت قبل كده، هو ده اللي بيحب البلد، وهو ده اللي قلبه على البلد، وهو ده. لو طب تصوري بقى لو ما كانش حصل ده، كان زماننا بيحصل لنا ايه؟ انا ما كنتش بنام، انا ما كنتش بنام. صحيح. يعني البيبان بنحط حديد على تحت، على الامن اللي تحت بنجيب امن تاني بعصيان وحاجات، خلاص بحط راسي وانا نايمه مستريحه، عارفه ان في حد هيحميني، ربنا طبعا، عارفه ان في حد عارف مصلحه بلده كويس جدا جدا، وبيعرف لمصلحه بلده كويس جدا جدا جدا، والجيش والبوليس وكل الحاجات دي كلها حميانة. الله، نجيب ناس احنا ما نعرفهاش. انا بيسالوا لي وبيقولوا لي في اربعه، قلت لهم مين دول؟ قالوا في اربعه تانيين، قلت لهم ما اعرفهمش تاريخهم ايه، قولوا لي عملوا ايه. طبعا طبعا استاذه نبيله، يعني كل الاحترام والتقدير لكل الساده مرشحي الرئاسه، كل حد طبعا اكيد بيحمل كل الخير من قلبه لمصر، ولكن يعني احنا بنتكلم على انه مصر محميه ومحروسه باذن ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل جيش عظيم وشعب عظيم وقائد عظيم، وهتفضل ان شاء الله باذن الله بينا ولينا الى يوم الدين باذن الله ان شاء الله. شكرك. ان شاء الله. شكرا. بس انا نفسي في حاجه واحده، نفسي تعمل اغاني. انت بتشوفي احنا بنسمع كل الاغاني اللي بنسمعها دي اغاني وطنيه، سمعناها من جميع المطربين والمطربات، طبعا عندنا ناس كويسين يا جماعه، طبعا عايزين برضو اغاني للوقت اللي احنا فيه، الشباب اللي موجود ده اصواتهم حلوه، اعملوا لنا غنوتين. الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لسه امبارح اطلقت اغنيه جديده جميله جدا لشاب جميل جدا، وكلنا سمعنا الاغنيه الحقيقه معبره قوي قوي، ويمكن يوميا عندنا انتاج فني على كل المستويات، وبنوعدك يا استاذه نبيله، وطبعا محتاجين المزيد الاغاني الوطنيه من قديم الازل لحد النهارده، من العظماء اللي غنوا لمصر زمان لحد النهارده، الاغاني دي بنسمعها بقلبنا. وطني الاكبر وشاديه وكم عبد الوهاب وام كلثوم وكل دول، في عندنا اصوات حلوه، يعني تتوجه انها تعمل اغاني للبلد، اغاني للوقت اللي احنا فيه ده. صحيح. احنا عايزين كده. نوعدك ونوعد الشعب المصري العظيم طبعا بكل جديد باذن الله. شكرا لينا ليكي الفنانه الجميله نبيله عبيد. تغطيتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم لليوم، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، من الصباح الباكر من 9 صباحا وحتى لحظة إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 9 مساء. We'll be right back.
لسه مستمرين معاكم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والحقيقة مشهد مشرف. كل المشاهد اللي شفناها قدام حضراتكم حالا على عددها، كل مشهد بيقول ان مصر بخير، مصر بأمان، مصر عافية، مصر أبية، مصر منتصرة. المشاهد دي ليها دلالات كتيرة ومختلفة بتبعت رسائل حقيقية للداخل وللخارج، يمكن أهمها هو حرص المصريين على التصويت للمستقبل. كل صوت في صندوق الانتخابات بيفرق، كل صوت في صندوق الانتخابات يعني اختيار، يعني قرار، يعني وعد والتزام تجاه البلد، يعني وطنية، يعني وجهة نظر للي جاي وفي اللي جاي، خطوة جديدة على مسار الديمقراطية في اتجاه الأمل، في اتجاه تحقيق الحلم، في اتجاه استكمال إنجازات وخطوات بدأناها. مش ماشيين ناحية الهدف، لأ، ما عندناش حتى رفاهية المشي، احنا بنجري ناحية الهدف، ما عندناش حتى وقت لكتر الكلام، احنا رجال أفعال لا أقوال، احنا رجال مسافة السكة وقد القول. الحقيقة انه كل اللي احنا شفناه ده بيقول انه في مزيد من القوة من المصريين بالأعداد الجميلة جدا اللي نزلت، بالكثافة العالية اللي احنا شفناها، وكمان بالجهد المشكور من كل مؤسسات الدولة اللي بتطلع بدورها المجتمعي، بدورها الوطني، كل في مكانه، كتايب شغالة على الأرض. الحقيقة كلنا جيش. احنا في اللحظة اللي احنا فيها دي مش مجرد استحقاق دستوري، لا، هو احتفال بالنصر. ويمكن ده يفسر انه كتير من السادة المواطنين لا إراديا وتلقائيا رفعوا علامة النصر، ان مصر النهاردة منتصرة، مصر النهاردة عندها رفاهية ان احنا نعمل انتخابات واضحة وشفافة امام العالم كله. الحقيقة كل الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات اللي قدمت كل التسهيلات والتيسيرات للناخب المصري بكل الطرق، وفي النهاية زي ما بنقول دايما الصندوق هو الفيصل. حول المشهد الانتخابي في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسن. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. في عايزة ابتدي بحضرتك، من حضرتك زمان، من شوية كويسين في زمن آخر، خدعوك فقالوا الشعب المصري في سنة أولى سياسة، وكانت دي أكذوبة بيروجها بعض أهل الشر للنيل من عزيمة المصريين أو لإحباط همتهم. النهاردة ترد على الناس دي تقول لهم إيه باعتبار حضرتك يعني دكتور في السياسة؟ طيب يعني خليني أقول لحضرتك إن إحنا بنشوفه من يعني الساعات الأولى الحقيقة لفتح اللجان الانتخابية، إحنا أمام مشهد ديمقراطي بامتياز الحقيقة. من الساعة 9 واحنا شايفين طوابير كبيرة جدا، خصوصا من الشباب، وده لاحظته الحقيقة من الساعة الأولى، خصوصا من الشباب واقفين ومصطفين علشان يدخلوا يمارسوا حقهم ويؤدوا الواجب اللي عليهم. ده في حد ذاته رسالة كبيرة جدا يا أستاذ إيمان. رسالة إيه؟ رسالة إنه المصريين أصبحوا على درجة من الوعي الكبير جدا القادر على مواجهة أي تحديات. إنه المصريين أصبحوا النهاردة في ظهر القيادة السياسية اللي هيختاروها من 2024 ل 2030 لمواجهة أي تحدي. إن المصريين قادرين إن هم يكملوا مسيرة البناء رغم كل المؤامرات اللي ممكن تحاك ضد الدولة المصرية. خلي بال حضرتك إنه هذه الانتخابات كما تعلمين والسادة المشاهدين بتجرى في مرحلة استثنائية تماما من عمر هذا الوطن، خصوصا ان عندك مهددات حقيقيه للامن القومي المصري. انت عندك في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب مهددات للامن القومي وللسياده الوطنيه والاستقرار وامن هذا المجتمع. النهارده ما تقدريش حضرتك تتكلمي على تنميه حقيقيه الا اذا قدرتي توفري هذا الامن والامان وتحافظي عليه. علشان استشعار الخطر ده هو اللي خلى المصريين يقفوا في الصفوف من الساعات الاولى علشان يمارسوا حقهم ويختاروا القياده اللي شايفين من وجهه نظرهم انها قادره على قياده سفينه الوطن للمرحله اللي جاية. اعتقد انه الشباب على وجه الخصوص كانت رسالة مهمة جدا، لانه انت تعلمي انه كان في استهداف من خلال حرب الشائعات، تدمير الافكار عند الشباب، استقطاب الشباب، احداث انقسام عندهم. لا، النهاردة الشباب بيردوا ويقولوا ان احنا كلنا على قلب رجل واحد، كلنا قادرين نمشي في نفس الخط، وهو خط حماية الدولة المصرية وبناء مستقبل. كمان عندهم إدراك إنه مساحة الحرية بقت كبيرة. النهاردة أنت عند حضرتك القماشة كبيرة قوي، أنت عندك 4 مرشحين منهم
فيهم ثلاثة حزبيين، وبالتالي مساحة الاختيار كبيرة جدا عن أي انتخابات سابقة. دي الانتخابات رقم 5 التعددية، وأكتر عدد حضرتك ممكن تكون تشوفي فيه مرشحين، ويمكن الانتخابات اللي بعدها هتشوفي عدد أكبر. يعني معناها أن احنا ماشيين فعلا في طريق الديمقراطية الحقيقية. عندك كمان ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، إشراف قضائي كامل زي ما حضرتك قلتي كده. الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تشكيلها كله قضائي، القضاة موجودين في كل صندوق. كان قبل كده حضرتك عارفة كان بيبقى موجود في اللجنة العامة، اللجنة الفرعية بالظبط، اللجنة العامة واللجنة الفرعية كان بيبقى فيها موظفين تنفيذيين. صحيح. لا النهاردة عند حضرتك قاضي في كل صندوق، ده معناه ببساطة انه الناخب صوته هيوصل. مزيد من الشفافية. بالظبط كده، مزيد من الشفافية ومزيد من المصداقية ومزيد من الثقة بين المواطن وبين الدولة. النهاردة المواطن يا أستاذ إيمان لما وقف قدام اللجنة هو واثق بالفعل إن الدولة حريصة على صوته. علشان كده تلاحظي حضرتك حتى قبل الانتخابات كان في تكثيف كبير قوي، وحتى اللحظة الأخيرة كان في تكثيف كبير جدا للقاءات والحس على المشاركة، وإن الناس يقول لهم ده صوتكم مهم وصوتكم هيفرق والكلام ده كله. ده أعتقد إنه مشاركة الناس ده نتاج لجهد الدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وطبعا التحية للهيئة الوطنية للانتخابات، لأن التيسيرات اللي حاصلة الانتخابات دي حتى للأشخاص ذوي الإعاقة كما تعلمين هي تيسيرات غير مسبوقة. أول مرة يبقى عند حضرتك استمارة لإبداء الرأي بطريقة برايل، معناها أنه مكفوفي البصر هم هيشاركوا بنفسهم دون وسطاء. عند حضرتك فيديوهات تعريفية لكيفية التصويت للصم والبكم، عند حضرتك لجان انتخابية في الأدوار الأرضية علشان الإعاقة الحركية. يبقى إذن عندك اهتمام فعلا بكل صوت. ودي لغة يا فندم طبعاً. دي لغة الدولة بتقول للمواطن أيا ما كنت أنت فين أنا شايفاك، أنت ليك طبعاً. دور، أنت ليك كلمة، أنت ليك مكان، أنت من حقك تختار، من حقك تعبر عن نفسك، وده التزام من الطرفين. وحضرتك اتكلمت عن الثقة، الثقة مش بتتخلق من عدم. صحيح. في جسور ثقة اتبنت على مدار سنوات فاتت، عشان كده النهارده المواطن اصبح عنده ثقة اتبنت لانها بشكل تراكمي جدا. اصبح عنده حاجتين، خبرة وثقة. اصبح عنده خبرة نتيجة تراكم الاستحقاقات الانتخابية. ده رد على السؤال الاول. بالظبط، نتيجة الاستحقاقات الانتخابية، تمام. اتعلم كمان ان له حق ما يسيبوش، دي حاجة. واصبح عنده ثقة كبيرة جدا ان هذا الحق يذهب الى مكانه، وانك لما هتختار لا هتختار وتضمن ان اختيارك هيصل بالفعل، لان الصوت بيفرق. هل نقدر نقول انه في علاقه طرديه ما بين ما يحدث في العالم من ازمات سواء سياسيه او اقتصاديه، والحقيقه يعني كرات النار اللي احنا محاطين بيها في كل مكان، وارتفاع وتزايد واصرار المصريين ومعدلات التصويت العاليه اللي الحقيقه جاءت يعني اعلى من تصوراتنا من المتوقع كمان؟ بالظبط. طبعا طبعا، انت عندك 5 مليون حسب بيان الهيئه الوطنيه للانتخابات، 5 مليون لغايه الساعه 4 اللي استعلموا بالزبط. فقط غير اللي شاركوا، غير اللي شاركوا بالظبط كده، تمام. فانت دي نسبه الحقيقه غير مسبوقه، يعني نسبة. وقبلها كمان المصريين في الخارج، يعني كثافة المشاركة من المصريين في الخارج كانت رسالة كمان في الدول المضيفة، انه مهما تباعدت المسافات لا المصريين بيمارسوا حقهم، ان المصريين في الخارج شركاء في عملية التنمية، شركاء في عملية اتخاذ القرار، شركاء في اختيار القيادة السياسية، فاهمين الاخطار اللي بتحيط بالدولة المصرية. وردا على سؤال حضرتك، المصريين تاريخيا بيظهروا دايما في الازمات، بيظهروا دايما في مواجهة التحديات، تلاقيهم كلهم صف واحد. فكرة الانقسام ما هياش موجودة، احنا شعب متجانس ده ودولة متجانسة، الجيش من الشعب والشعب من الجيش والشرطة من الشعب وهكذا، تمام. وبالتالي مؤسسات الدولة كلها في إطار الشعب المصري. بنتكلم على شخصية وطنية يا أستاذ إيمان بتظهر دايما في الأحداث المهمة، وأهم حدث انك تختاري القيادة السياسية، انك تختاري رئيس الدولة في فترة كلها تحديات، سواء كانت تحديات في الداخل انت بتستكملي مسيرة بناء، بتبني جمهورية جديدة، بتبني علاقة جديدة بين المواطن وبين الدولة، بتبني مؤسسات حتى فهمها وإدراكها لأدوارها مختلفة، بتبني كيانات مجتمعية، أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني مختلفة عما سبق، كمان بتبني في الخارج وتواجهي التحديات للحفاظ على الأمن القومي المصري، وده الأهم الحقيقة. معيار وبوصلة الناخب يا أستاذ إيمان في هذه الانتخابات الاستثنائية أظن أنه هو أولوية الأمن والاستقرار على أي احتياجات داخلية مهما كانت أهميتها. صحيح، لأنه إحنا شعب بيعرف يرتب أولوياته. حتى بالزبط. لو نظرنا للأسرة المصرية العادية خالص، عندنا بالفطرة فكرة ترتيب الأولويات والأهم فالمهم. وهنا هقف عند كلمة مهمة حضرتك قلتها وراهن عليها أهل الشر في يوم من الأيام وهم لا يعلموا أن دي يعني دي لينا مش علينا. تعدد ألوان الطيف الثقافي والسياسي في مصر. صحيح صحيح.
ده صحيح. بيدينا زخم اكتر وبيدينا بالعكس. ثقافة بالعكس. انت لما بتتكلمي على انتخابات تعددية، لما بتتكلمي على تيارات سياسية مختلفة، ده بيديكي ثقل. وفي الاخر ثقل احنا نسيج مصري واحد، ما فيش فيه اي ثغرات ولا ترهل ولا اي شيء ممكن حد ينفذ منه الى الداخل. بالعكس انت بتبني ديمقراطية. هو الديمقراطية معناها ايه يا استاذ زيمان؟ ان يبقى عندك تعددية. صحيح. تمام. تعددية في الادوات، لكن الهدف ممكن يبقى واحد، الحفاظ على الوطن، تحقيق سياسات ملبية لاحتياجات الناس، أوكي. لكن الأدوات ممكن تختلف، الطرق ممكن تختلف، لكن كل الطرق تؤدي إلى هذا الهدف. اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، زي ما بنقول كده. احنا عندنا تيار واحد لكن ألوان طيف متعددة، ده بيدي مساحة الحقيقة. لما بتتكلمي على عملية انتخابية، ده بيدي مساحة كبيرة للناخب، وبيضمن له كمان حرية الاختيار. تمام. انا ما بقولكش كلام وبس، لا، ده احنا افعال فعلا زي ما حضرتك اشارتي كده. لا، ده احنا عندنا مرشح واثنين وثلاثة واربعة، وعندنا برنامج واثنين وثلاثة واربعة، وحضرتك تقدر تميز ما بين هذه البرامج وبعضها وفق المعايير اللي انت شايفها، وتختار من تشاء وترى مناسب للمرحلة اللي احنا فيها، لانه المستجدات اللي حاصلة كمان في منطقتنا تستدعي ان احنا يبقى بوصلتنا ومعاييرنا مختلفة. وخليني اقول لحضرتك نقطة تتميز بها كمان هذه الانتخابات، احنا مش محتاجين الحقيقة برنامج تقليدي، لا، احنا محتاجين رؤية، رؤية اشمل، لانه الظرف العام غير تقليدي. بالظبط كده. انت محتاجة رؤية اشمل ليه؟ علشان تقدري تبني رؤية مصر 2030 اللي انت تتكلمي عليها. الرؤية دي محتاجة قيادة قادرة على انها تصوغ الحقيقة سياسة خارجية فاعلة ونشطة للدولة المصرية في مواجهة التحديات، تحتفظ لمصر بمكانتها الإقليمية ومكانتها الدولية، وتنعكس على الأوضاع الداخلية بقى في صورة مشروعات واستثمارات وفرص عمل ودخل وتحسين الأحوال المعيشية. كل ده الحقيقة محتاجة انت قيادة ذات طابع خاص، تفهم معنى الأمن القومي المصري وتحافظ عليه وتصونه مدعومة شعبياً. وهنا هرد على كلام حضرتك في ضوء الأسئلة اللي احنا قلناها، انه الدعم الشعبي للقيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة هو اهم رسالة الحقيقة بيوجهها الشعب للعالم كله. ان احنا كلنا في ظهر بعض، متماسكين، متوحدين، كلمتنا واحدة، ايدنا في ايد بعض، داعمين للقيادة السياسية والمؤسسات الدولية. وده يدي القيادة السياسية فرصة كمان انها تتبنى السياسات اللي تحقق للناس رغباتها، ويضمن للناس الاستقرار والأمن والأمان، ويضمن للناس أن تعيش آمنة مطمئنة. أظن أنه أي ناخب حيبص في الدول الجوار حوالينا، أعتقد أنه لابد أن هو يحمد ربنا على نعمة الأمن والأمان، اللي أنا بعتبرها الحقيقة من أكبر الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية على مدار التسع سنوات السابقة. بالتأكيد هناك إنجازات أخرى تحتاج إلى المراكمة عليها، لكن استمرار هذه الإنجازات اللي نحتاج للمراكمة عليها والبناء عليها لا يتحقق إلا من خلال الأمن والأمان، بقيادة واعية كف قادرة على الحفاظ على الأمن القومي المصري. صحيح طبعا. ويعني يمكن زي ما كنت بقول في البداية، أنه فكرة إجراء انتخابات رئاسية دي رفاهية لا تملكها الكثير من الدول. صحيح. فإن إحنا وصلنا لده النهاردة، فده شكل من أشكال الانتصار لمصر على قوى الشر وعلى أزمات كثيرة جدا وما زالت مستمرة في العالم، والحقيقة هي ما زالت موجودة حوالينا في كل مكان، وربنا يسلم مصر إن شاء الله. الشباب في رهان كبير جدا عليهم، سواء على مدار السنوات اللي فاتت كان هم محرك أساسي في مؤسسات الدولة، وهم منفذين حقيقيين ميدانيا، وده يمكن ما كناش بنشوفه زمان. والنهاردة هم من خلال مثلا تنسيقية شباب الأحزاب، كنت لسه بتكلم مع سيادة النائب أحمد مقلد قبل ما حضرتك تشرفنا، ليهم دور كبير ودور محوري ومهم جدا. مراهنين عليهم قد إيه، سواء في الاستحقاق الدستوري ده أو في اللي جاي في مستقبل مصر؟ طيب، أنا بس عايز أعلق على الملاحظة اللي حضرتك قلتيها، وبعدين أتكلم على موضوع الشباب، اللي هي فكرة إن إحنا أجرينا الانتخابات الرئاسية في موعدها. تمام. ليه؟ لأنه كان في أقاويل بتتردد إنه والله يا جماعة ده الظروف ما تسمحش، أجلوا الانتخابات، نأجلها شوية. هذا الكلام الحقيقة كله يعني لم يجد أذنا صاغية من مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة أصرت على أن تجري الانتخابات في موعدها. ليه؟ لأنه مصر دولة كبيرة الحقيقة يا أستاذ إيمان، تلتزم بأحكام الدستور ونصوص القانون، وانت عندك أحكام الدستور ونصوص القانون بتقول نحن لازم نعمل انتخابات رئاسية، فكان لازم نعملها رغم كل الظروف اللي بتحيط بينا إقليميا، ورغم كل التحديات اللي موجودة عندنا داخليا. ده بيثبت مرة تانية أن هناك إرادة سياسية حقيقية من الدولة المصرية لاستكمال البناء الديمقراطي، أنها تعلم الناس كيفية الالتزام، وتعلم الناس كيفية ممارسة حقوقها وأداء الواجب اللي مطلوب منها. أجي بقى لسؤال حضرتك الخاص بالشباب. الشباب ده طبيعي جدا انك تهتمي بيهم، لأي قيادة سياسية
تقرأ الواقع تعلم أن الشباب هم قادة المستقبل. وأظن أن القيادة السياسية في خلال المرحلة السابقة قرأت هذا الواقع بتدبر الحقيقة، وأدركت أن الشباب هم قادة المستقبل، هم اللي تقدري حضرتك ترتكني إليهم وتضمني استقرار الدولة وأمانها في إيدهم. بس الشباب أنهي بقى؟ الشباب المؤهل شباب المؤهل، الشباب الواعي، الشباب المدرك، الشباب اللي حضرتك بتعلميه كيف يمارس السياسة، وده ظهر يمكن فيما يسمى بتمكين الشباب. انت عندك النهاردة مؤسسات كتير جدا، سواء كانت الأكاديمية الوطنية، الأحزاب المختلفة، تنسيقية الشباب، كلها تؤدي أدوار الحقيقة لتأهيل الشباب للحياة السياسية، وده شيء إيجابي. النهاردة بتطلعي كوادر قادرة على المنافسة، النهاردة بتقدمي مساعدين للمحافظين، نواب في البرلمان وغيرهم من الشباب اللي يستحقوا فعلا أنهم يتحملوا المسؤولية خلال المرحلة المقبلة. عندك مؤتمرات شباب كان فيها يعني علاقة مباشرة ما بين رئيس الدولة وما بين المشاركين طبعا. كان في مساحة كبيرة جدا من حرية الرأي للاستفسار عن حجم الإنجازات المتحقق والتساؤل حواليها وإجابات واضحة وشفافة. كل ده بيخلق مرة تانية الثقة داخل نفس الشاب وبينه وبين الدولة ومؤسساتها. معنا على التليفون بعد إذن حضرتك المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. يعني رصدتم ايه النهارده ابرز المشاهد او الملاحظات؟ احب اسمعها من حضرتك. الحقيقه يوم جميل، تنظيم رائع للانتخابات، منافسه جميله، حشود غير عاديه من اول ما فتح الباب، الرصد اللي انا شايفه، التنظيم الغير عادي للقوى المناصره للساده المرشحين عموما، يعني في الأحزاب المختلفة عندنا ثلاث مرشحين من أحزاب مختلفة يرأسوا أحزابهم وراهم قوى حزبية، عندنا مرشح رابع دعمه أحزاب ودعمه قوى أخرى، وبالتالي كل قوة من هذه القوى قدرت تحسب وتنظم نفسها في اليوم الأولاني بطريقة جميلة جدا، ادت هذا المنظر الغير عادي، زائد اقدر اقول برضه التغير الغير عادي للشباب في قطاع الشباب بانه حاسس ان في حاجه في الامن القومي المصري ومصر متعرضه لها، ودي قلبت قطاع شباب كتير جدا لحاجه واقعيه واحساس جامد بالمسؤوليه شفناه في اعداد شباب هائله وهي بتحاول تدي صوتها. يعني كنا بنقول من شوية باشمهندس حسام أنه يعني كل ما تزيد وتيرة الضغوط السياسية والاقتصادية والأزمات العالمية ده بيحفز الحس الوطني للشباب المصريين، وأعتقد أنه ده من أهم الدوافع والمحركات مش بس للشباب، للمواطن المصري بشكل عام. يعني هناك علاقة طردية ما بين الاثنين. طبعا وضع طبيعي، ظروف اللي مصر بتعيشها مادية والإحساس الطبيعي بالمؤامرة اللي على مصر ومحاولة تنفيذها، مادية ترابط غير عادي، مادية انتفاضة غير عادية للمجتمع المصري، ومادية تماسك غير عادي، ومادية تنافس انتخابي جميل في حب البلد. الحقيقة جميل شريف ما فيهوش حاجة تعكر الصف، يعني أجمل حاجة أنا شايفها مع هذه الحشود ان يعني مفيش فرق انتخابي، مش هتلاقي مع هذه الحشود حوالين لجان صوره واحده لمرشح واحد، وده بيدل على وعي شعب مصري، تنفيذ تام للهيئه الوطنيه للانتخابات والاصول الحاكمه. قصه زي ما انا بقول كده، شجره ديمقراطيه درسناها وبنرويها وبتدينا كل شويه احلى مكان. الحقيقة كمان يعني كل التحية لمؤسسات الدولة اللي منحت العملية الانتخابية هذه القوة وهذا الزخم وهذه الشفافية ووقوفها على الحياد في نفس الوقت، ودي معادلة صعبة الحقيقة، لكن يعني كل الشكر والتقدير لكل مؤسسات الدولة المصرية. الدولة المصرية وأجهزتها لازم تقف على الحياد، وده وضعها الطبيعي، إنها حيادية للجميع، لان ما يفرقش معاهم مين اللي هيجي، دي الجهه التنفيذيه غير منوطه بهذا، لما المنوط بهذا هو
من يؤيد المرشحين، إذا كان من أحزاب، من جمعيات، من شخصيات عامة، هو ده المنوط إنه بيتحرك ويقنع الشعب ويجري معاه ويحشد معاه ويبقى جنبه. ده الوضع الطبيعي للديمقراطية التدريجية اللي موجودة. حزب مستقبل الوطن أكيد في غرفة عمليات موجودة بتتابع لحظة بلحظة ما يحدث ميدانيا على أرض مصر، هل في أي ملاحظات رصدتوها لحد اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها، سواء كانت أرقام ملفتة للنظر مثلا أو أي مشاهد أو ما إلى ذلك؟ لا، ما أقدرش أقول إن في كده، أنا ما أقدر أقول إن طبعا الموجود الغرفة موجودة والحشد بتاع الحزب موجود من أول ساعة، إذا كان في قوته التنظيمية فأعضائه أصلا من أول دقيقة موجودين وحث الجماهير على الخروج، وده باين أوي الحقيقة في التنظيم، إذا كان لحزب مستقبل الوطن أو للأحزاب المناصرة لجميع المرشحين الحقيقة والقوى المختلفة. أشكرك شكرا جزيلا المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل الوطن، شكرا جزيلا ليك، وعودا مرة أخرى مع ضيفنا الكريم. كنا بنتكلم عن الشباب وتمكين الشباب، وخلينا نقول انه على مدار السنوات اللي فاتت احنا بنتكلم عن تمكين شباب وعن تمكين مرأة وعن تمكين ذوي القدرات الخاصة وعن انجازات كبيرة وكتيرة ما حصلتش بالتوالي، دي حصلت بالتوازي، حتى ان احنا يعني في الأول ما كناش بنسمع لكن بعد كده بدأنا مش ملاحقين على الأخبار لأنه كله ثمار في لحظة واحدة. فالفترة اللي جاية الرهان على إيه علشان نستكمل الإنجازات اللي بدأناها؟ خلينا نقول إحنا في نص الطريق لسه، لأنه إحنا المصريين طمعانين أكتر في مستقبل أفضل يليق بمصر ويليق بالمصريين. محتاجين إيه الفترة اللي جاية ومرهنين على إيه؟ شوفي، خلينا نقول انه يعني الفترة اللي فاتت كان فيه اهتمام كبير جدا بان انت تبني فعلا جمهورية جديدة. معنى الجمهورية الجديدة دي مؤسسات جديدة وانسان مصري جديد، الانسان بقى بكل شرائحه وكل فئاته. اهتميتي بالشباب، اهتميتي بالاشخاص ذوي الاعاقة، اهتميتي بالمرأة، اهلتيهم بالمناسبة قبل ما تمكنيهم، لانه ما كانش ينفع ان حضرتك تمكنيهم تعملي شاب مساعد محافظ من غير ما يتدرب. تمام؟ لا، هو محتاج صحيح. خبرات علشان يقدر يسد في الموضوع، يعني زي ما بنقول كده. وهذا الاهتمام ايضا يعني انتقل الى المرأة، انتقل الى الاشخاص ذوي الاعاقة باعتبار ان هم طاقة، ليست طاقة مهدرة ولكن هي طاقة يمكن الاستفادة منها وتوظيفها. الكلام ده ظهر في مؤسسات البرلمان، ظهر في المؤسسات التنفيذية، ظهر جوه الأحزاب السياسية اللي بدأت تراجع أدوارها ووظائفها. ابتديت تحس إن في حالة من حالات الحراك الحقيقية داخل المجتمع، حالة من حالات الحيوية زي ما بنقول كده للنظام السياسي. النظام السياسي ليس راكدا وإنما هو في مرحلة تغير وتطور إيجابي من خلال أزرع مختلفة. الأزرع دي هي الشباب وهي المرأة وهي الأشخاص ذوي الإعاقة. طب إحنا نراهن على إيه؟ نراهن على ما قمنا به في منتصف الطريق ده علشان نكمل بقية الطريق. إنه هذه القدرات بقى هتظهر، أنا أبدأ أعتمد بقى على هؤلاء الشباب وهذه المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، كل فئات المجتمع في حالة من حالات التماسك بينه وبين بعضه. اللي احنا بنراهن عليه يا استاذ ايمان انه المجتمع المصري يظل متماسكا متجانسا له هدف وحيد حتى وان تعددت الادوات، لكن في النهايه كلنا بنسعى الى تحقيق هدف واحد وهو البناء والتنميه لبناء مستقبل افضل. انت بتبني حتى للاجيال القادمه، بتحققي للاجيال الحاضره صحيح احتياجاتها وبتبني كمان للاجيال القادمه، وده معنى التنميه المستدامه اللي احنا تبناه. فكرة التنمية المستدامة ان كل القدرات بتوظف لصالح الاستجابة لحاجات الحاضر وايضا الاهتمام باجيال المستقبل. انت بتسلميهم بيئة افضل، بتسلميهم مؤسسات افضل، بتسلميهم حتى كيانات حزبية افضل، بتسلميهم اجهزة مختلفة وبرلمانات جديدة ومتطورة، بتسلميهم رؤية مختلفة علشان مصر تظل دولة قوية في مكانها. زي ما بقول دايما مصر دولة مفتاحية في مكانها. مصر دولة مفتاحية في مكانها، ما ينفعش أي قضية إقليمية أو عربية أو إفريقية أو شرق أوسطية تعدي إلا من خلالها. ده مصر بإيه؟ رقم صعب في المعادلة بالزبط. السياسية رقم مهم كمان طبعا. رقم مهم طبعا. في المعادلة السياسية العالمية صحيح، العالمية بشكل عام بالزبط. والعربية بشكل بالزبط. خاص ده نتاج إيه؟ ده نتاج إن عندك تضافر وتشابك كبير جدا بين مؤسسات الدولة وبين المواطن المصري. هل الكلام ده كان بيحصل في عهود سابقة؟ لا،
اقول لك يعني بدرجه عاليه من الموضوعيه، لا، النهارده انت بتتجهي اتجاه مختلف تماما، انك تشركي المواطن العادي حتى في عمليه صنع القرار. النهارده العمليه الانتخابيه النهارده انت تشركين المواطن والناخب في عمليه صنع القرار، حين يختار قياده ويقدم لها الدعم هو شريك في عمليه صنع القرار ويتحمل مسؤوليه كبيره في البناء والتنميه. انت بتعملي ده ليه؟ علشان هو لما يحس بالمسؤوليه يا استاذ ايمان يحافظ على ما تحقق من انجاز، يشعر ان الانجاز ده ملكه هو، ليس ملك اطراف اخرى، انما ملكه هو شخصيا وبالتالي يحافظ عليه. الشراكة اللي حضرتك قلتها الحقيقة كلمة تبدو بسيطة وسهلة، لكن هي في منتهى الخطورة. فكرة ان احنا النهاردة نقدر نتكلم بأريحية شديدة نقول الإدارة المصرية، كل مؤسسات الدولة في حالة من التناسق والتناغم وتضافر الجهود، وكله في الأول وفي الآخر ماشي في اتجاه نفس الهدف بنفس السرعة، وبالتالي ما كان لنا أن نحقق هذا الكم من الإنجازات. لولا التناغم ده، لولا التجانس ده، أنت ماشية في هارموني صحيح، في تجانس كبير جدا. عندنا يعني مصطلح كده اسمه الحكم الرشيد. صحيح، مصطلح اسمه الحكم الرشيد. الحكم الرشيد هنا معناه ببساطة شديدة جدا أن عندك تنفيذ للقانون، تطبيق للقانون، عندك عقلانية في اتخاذ القرارات، عندك شفافية حتى في الممارسات، وده متحقق في الوقت الحاضر. عندك القانون بيطبق على الجميع، عندك عقلانية شديدة جدا في اتخاذ القرار لأنها تستهدف تحقيق مصالح المواطن، عندك قدر عالي جدا من الشفافية، وحرجع أقول لحضرتك الشفافية واضحة جدا في هذا الحدث المهم في العملية الانتخابية، بدليل أنه مش بس منظمات المجتمع المدني الوطنية بتتابع العملية الانتخابية، لا، أنت فتحت الباب للمنظمات الأجنبية والمنظمات الإقليمية والسفارات الأجنبية، كل من تقدم بطلب لم يرفض طلبه من الهيئة الوطنية للانتخابات. هذه هي الشفافية التي نقصدها، لأن الدولة المصرية النهاردة ليس لديها ما تخفيه، بل على العكس هي بتبعث برسالة بأن احنا يا جماعة نسير في طريق حقيقي لبناء ديمقراطية وإجراء عملية انتخابية زي ما كنا بنقول زمان بين قوسين حرة ونزيهة. هي حرة من مساحة الاختيار المتاحة أمام الناخب، ونزيهة لأن كل مؤسسات الدولة زي ما حضرتك أشرتي منذ قليل وقفت على الحياد من كل المرشحين وقدمت كل التسهيلات لهم بصورة متساوية تماما، لكل واحد يعبر عن برنامجه ووجهة نظره، وتركت الاختيار في النهاية للناخب ولعقل الناخب وإدراكه للمستجدات التي نحيط بها. صحيح، ويمكن برضو هتوقف عند كلمة حضرتك قلتها البناء والتنمية، نقدر نقول ثورة البناء والتنمية، والثورة تحتاج إلى وقود طبعا. ما هو وقود ثورة البناء والتنمية؟ الحقيقة أنا بعتبر أنه الشعب المصري كله وخصوصا الشباب يعني أنا أراهن على الشباب بدرجة كبيرة، لأنه أولا شريحة عمرية كبيرة، مساحة كبيرة في الهرم السكاني تقدري تعتمدي عليه. الشباب هنا بنتكلم على ذكور وإناث الحقيقة، ونستطيع أن نستفيد من طاقتهم بدرجة كبيرة جدا. الشباب دايما سماته زي ما حضرتك عارفة الطموح، رغبة في التغيير، الحماس. محتاجين الحقيقة نوظف هذا الحماس ونرشد هذا الحماس في اتجاه تحقيق الهدف، هو اللي هيقدر يجري بيا زي ما حضرتك قلتي كده نحو بناء المستقبل، وهيشعر ان المستقبل ده بتاعه. النهاردة من خلال العملية الانتخابية الشباب يرسمون صورة المستقبل فعلا اللي هم عاوزينه، هم باختيارهم للقيادة السياسية بيرسموا شكل المستقبل اللي هم عاوزينه وشكل المستقبل الأفضل من وجهة نظرهم. تمام، الحقيقة عليهم عامل كبير جدا، عليهم مسؤولية كبيرة جدا، لكن أنا أثق في قدرة الشباب المصري، وأثق أيضا في إرادة الدولة إنها توظف هذا الشباب وتوعي هذا الشباب وتبني وعي قدرات ووعي هذا الشباب وتواجه كمان المؤامرات. خليني أقول لحضرتك أن المؤامرات لن تتوقف في استهداف الشباب، لأنه القوة الضاربة. أنت الأصل في هذا، في هذه الدولة هو شعبها. صحيح. الحقيقة. صحيح. وبالتالي الاستهداف دائما للشباب. تمام؟ ولكن دائما الاستهداف ده بيتحطم على صخرة الصمود والتجانس المجتمعي زي ما بنقول كده. كلنا يد واحدة. كلنا نسيج واحد، وبالتالي محدش هيقدر ينفذ من هذا النسيج أو يحدث انقسام أو يحدث استقطاب. صحيح. في حالة من النضج السياسي حصلت للشعب المصري لما نيجي نقارنه بأزمنة فاتت. حالة النضج السياسي أكيد أنه ليها أسباب كتيرة، لأنه إحنا اتحطينا في مواقف حتمت علينا ده، أن إحنا نطلع وندرك ونعي ما يحدث على الأرض، وده اللي بيخلق حالة النضج السياسي. إيه اللي اتغير في الوعي الجمعي المصري؟
ايه اللي اعاد بناء او اعاد تشكيل او اعاد نحت او رسم صورة مختلفة عن علاقتنا بالارض، علاقتنا بمصر على مدار السنوات اللي فاتت، وحضرتك باعتبارك طبعا يعني دكتور في السياسة تقدر ترصد ده بوضوح؟ شوفي، الشعب المصري تقدري تقولي كده انه انصهر في بوتقة الاحداث، مر بكثير جدا من الاحداث، تمام، يمكن من 2011 لغاية النهاردة، وبالتالي ده الحقيقة اسهم في تحقيق البناء العقلي الجمعي الإيجابي اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده. الوعي الجمعي ده كان نتيجة خبرات متعددة ونتيجة تحديات كثيرة جدا، نتيجة إنه شاف كمان كثير جدا من المؤامرات وتم الكشف عنها وكيفية حماية هذا الشعب، وبالتالي وصلنا إلى نقطة شعر فيها المواطن فعلا إن عليه دور إنه يحافظ ما على ما يتحقق من بناء. خليني أقول لحضرتك كمان إنه الكيانات اللي موجودة ازدادت وعيا، وهنا أقصد الأحزاب السياسية. لانه ليه الاحزاب السياسيه يا استاذ ايمان؟ الاحزاب هي المنوطه باداء وظيفتين رئيسيتين. الوظيفه الاولانيه اللي بنسميها التنشئه السياسيه، ان هم يعلموا الناس السياسه، يرفعوا وعي الناس ويعرفوهم يعني ايه سياسه، ويعلموهم ازاي يمارسوا هذه السياسه. كل ما بيضم اعضاء له هو بيعلمهم هذا الكلام. الوظيفه الثانيه هي بنسميها وظيفه التجنيد السياسي. يعني ايه تجنيد سياسي؟ ان يبقى عند الحزب كوادر يقدر ينافس بيها في أي عملية انتخابية، سواء كانت برلمانية أو رئاسية. وده اللي شفناه بالضبط في سنوات سابقة. كان عندنا الأحزاب للأسف بتجري وراء المرشحين حتى ولو لم يكونوا أعضاء عندها علشان تحطهم في انتخابات. النهاردة الوضع اختلف. النهاردة بقى في قدرة لدى الأحزاب أنها تقدم مرشحين لها، سواء بالنسبة للبرلمان أو بالنسبة حتى لرئاسة الجمهورية. يعني معناه أنه في نقلة نوعية حقيقية. صحيح النهاردة شفنا ثلاث أحزاب، ودي خطوة إيجابية من 104 حزب، لكن احنا الحقيقة محتاجين، علشان اللي حضرتك بتقوليه ده واستكمال البناء، محتاجين مشروع دائم للوعي السياسي في مصر. وأنا يعني هاخد من كلام حضرتك مشروع دائم للوعي السياسي في مصر، أعتقد إن هو بيبدأ من مكانين، من المدرسة ومن البيت. النهاردة الأب أو الأم لما الطفل الصغير يشوفهم نازلين بيضلب صوتهم ويفهموه يعني إيه السياسة قدوة، وإيه أهمية ده، وإنك لازم تبقى إيجابي ما تبقاش سلبي، اللي هو يعني بالبلدي كده في ناس بتعلم ولادها السلبية بمنطق مطرح ما ترسي دق لها وإحنا مالنا. صحيح. هي جت عليا. لأ، عايزين نغير الفكرة ده. ازاي في تقدير حضرتك ممكن ان احنا نوجد طريقة نعلم الولاد من صغرهم في المدرسة يعني ايه عملية سياسية، يعني ايه مسار ديمقراطي، يعني ايه مشاركتك مهمة، يعني ايه تبقى ايجابي، وده هيخلق ايه في المستقبل؟ ما هو هيخليك شريك في صنع القرار. صحيح. مستقبلا. صحيح. اللي حضرتك بتقوليه ده بيفكرني الحقيقة وانا في احد الدول يعني الاوروبية شفت القصة بتاعت انه الاب او الام يصطحب معاه الطفل علشان يعلمه النموذج. تمام؟ لانه الصورة دي هتفضل موجودة في ذهنه لما يوصل لسن التصويت وسن الانتخاب، هيروح تلقائي بصورة طبيعية. فالأسر الحقيقة هنا محتاجة لبناء الوعي. انت محتاجة الحقيقة ليعني كثير جدا من اللقاءات اللي بتربي فيها الوعي لدى الأب والأم علشان يطلع الحقيقة أولاد فعلا قادرين على الممارسة السياسية. لكن نيجي بقى لمراحل التنشئة المختلفة زي ما حضرتك أشارتي كده، المدرسة والجامعة ووسيلة الإعلام والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، كلها بتبقى شريكة في عملية بناء الوعي كل فيما يخصه. انت لازم تعملي نماذج محاكاة موجودة مثلا في المدارس لانتخابات البرلمان، لانتخابات المحليات، لانتخابات رئاسة الجمهورية. تعملي الكلام ده في الجامعة، تفعلي الاتحادات الطلابية وتفهميهم يعني ايه ممارسة السياسة لصالح هذا الوطن، تعلميهم يعني ايه الاختلاف، تعلميهم يعني ايه الحوار، وده أهم حاجة الحقيقة. وثقافة الاختلاف طبعا وتقبل الآخر. بالظبط، ده أهم شيء، لأنه للأسف الشديد انت برضو بتواجهي بتحدي مهم يا أستاذة إيمان، إنه الشباب في مرحلة ما بيعتقد ان هو دائما على صواب. لا، انت محتاجة الحقيقة تناقشيه، وتناقشيه بطريقته، وتناقشيه بلغته. لازم نغير بقى الطريقة التلقينية اللي احنا بنقولها في صورة محاضرة عادية لشباب. لا، انت تعملي نماذج بقى، تعملي مسرحية، تعملي فيلم، تعملي تمثيلية، توصلي عن طريق الفن، توصلي عن طريق كذا. لازم يبقى فيه أدوات ووسائل تخاطب عقول الشباب في هذه المرحلة علشان يقدر يقتنع. انت مش عايزة تجبريه، انت عايزة تستقطبيه وتجيبيه معاكي. عشان تجيبيه معاكي لابد ان يكون مقتنعا، لانه اذا كان عنده حماس وعنده طموح، لكن على الوجه الاخر كمان عنده عناد شديد جدا اذا وجه بايه؟ بتحدي. وبالتالي انت عايزة تستفيدي من هذا العناد لمرحلة البناء والتنمية. اذا المشروع المتكامل ده ازرعه تبدأ من الاسرة، تمر بالمدرسة، تمر بالجامعة، تمر بوسائل الاعلام،
تمر بالأحزاب، تمر بمؤسسات المجتمع المدني، تمر بالوزارات والأجهزة التنفيذية المختلفة. هو مشروع متسع جدا، ما ينفعش يبقى فقط قبل الانتخابات، لا لازم حضرتك الكلام ده يستمر. يعني النهاردة نشتغل من 2024 ل 2030 صحيح. على النشء اللي موجود، وسنه هيوصل 18 سنة في 2030. إذا كنت عاوزة فعلا جيل مقتنع بالممارسة السياسية وتشوفيه أمام اللجان زي ما احنا شفنا في هذا الإقبال التاريخي. إلى أي مدى إدلاء أي مواطن مصري أو مواطنة مصرية بصوتهم النهاردة له علاقة مباشرة بالأمن القومي المصري؟ يعني بدون شك، بدون شك وبموضوعية تامة، أي مواطن حيشارك هو يستشعر بالفعلا فعلا الخطر على الأمن القومي المصري، وبمشاركته هو يضع لبنة مهمة جدا في الحفاظ على هذا الأمن القومي المصري. على الأقل راح وعبر وقال أنا موجود، وأنا إذا احتجتوني في أي مراحل أخرى أنا موجود، أستطيع أن أقف أنا وغيري صف واحد مساند للقيادة السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد، لأنه الأولوية الأولى. مرة تانية هقول لحضرتك والسادة المشاهدين أنه لا نستطيع أن نحقق التنمية المرغوبة ولا نحقق أفضل حياة ممكنة إلا إذا توافر الأمن والأمان. أعتقد أنه الناس اللي اصطفت من الصبح لغاية النهاردة وبكرة وبعده حنشهد أيضا اصطفاف أعداد أكبر، أعتقد أن دي رسالة مهمة جدا أنه كلنا مدركين للخطر وكلنا مدركين لأهمية هذا الوطن والحفاظ عليه والحفاظ على الأمن القومي المصري من أي أخطار تحيط به. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا ليك. ومستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا على شاشة سي بي سي، بدأنا من الصباح الباكر في تمام الساعة 9 ومستمرون مع حضراتكم لحين الساعة 9 مساء حتى نهاية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.